رحنا الكتاون هلا ما رجعنا. يا هي وين شو عم تحكي؟ ايه واخواتك مأمون ومروان اجوا من ساعة من شغلهم وامك بعتتهم يدوروا عليه. انت وين كنت؟ هن لما دريوا كانوا بالورشة. حضرتك وين كنت؟ انا ادفته لعند الحكيم. ادفتي؟ ادفته وبعته. المهم النتيجة هلا مو وقت الاخذ والعطا والعطا. اسمع مجدي، بتروح بتدور على اخوك، ويا ويلك يا سواد ليلك اذا بترجع ايدك مو بايده، ويا ويلك اذا بترجع لي بخبر يكسر خاطري وضهري مثل ام معتزوه مشاكل. ان شاء الله. لا تحميني همي يا امي، خلاص هلا من الصعب رجع معه. الله يسمع منك ان شاء الله. الله يسمع منك يا رب يا رب يا رب يدخي لك. يلا يا عمي ارقد. الله يرضى عليك ارقد. لك ارقد. الله يرضى عليك يا رب يا رب. لا تكسر لي خاطري يا رب يا رب. رجع لي يا سالم غانم يا رب. طولي بالك مرت عمي، انت بحياتك ما اذيتي حدا، لهيك الله ما راح يضيمك. يا رب يا رب. امي يا مو طولي بالك وطي صوتك، هي السلاله بتكون عم تسمع، وهلا يعني جدي بيضرب كل شيء. ما راح وطي صوتي، امي ما بده يسمع يسمع، والحاضر يعلم الغايب. ما حد فرقانة معي شيء، لكل الاحوال مالنا يا جماعة. كلام الكراكون مو ظابط، طالما اللي خطف شاكر ومعتز بعده هالباب مو ظابط. والله مصبوح عم تحكي، بس شو العمل؟ شو يا بي؟ رجع نادر على البيت ما لقيته بالبيت. منيح شو صار معكم؟ بالكراكون ما قبلوا يكتبوا ضبط، قال قبل ما يمضى 24 ساعة على غياب ابنك ما فينا نعتبره مفقود. لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يكون معك يا جماعة. شرفوا خير يا بي، شو جابكو؟ يا بي والله ما بعرف شو بدي اقول لك. لا بدك تعرف شو بدك تقول لي، قل لي شو في؟ اخوكم مازن رجع البيت ولا لا؟ يعطيك العافية ابن وفال. الله يعافيك تيسير. عاونك جدي؟ ايدك ولك، انا ارجل منك. ابو الوزير رجال وسيد الرجال. غصب عنك وعن اللي ما بيرضى. شرف شرف يا تاج الراس. الحمد لله على السلامة سيدي. الله يسلمك. شبكي شايفك مو على بعضك، في حدا مزعلة؟ والله صار قصة كبيرة كتير يا سيدي. هلا في قصة أكبر من إنه حدا يزعلك. شو صاير؟